خابروني قالوا خلي السجاد يهيئ نفسه يلقى محل ويهيئ نفسه. بعد هاي ما تدري فرحتنا هاي شلون صارت بهم، قالوا انه هيك والله يعني انا صدق بكيت عليها، يعني هو مستقبله بعد. ما انا بالبدايه ما قلت للوالده ولا قلت لها رايح، حبيت اسوي شوي مفاجاه. والله رحنا قلت لك ورجعنا اثثنا المحل وكملت، وهاي بالليل ما حد بالشارع تقريبا الساعه 12 جبت هاي قلت عند الشغل وياك تمشي. ما حس بالي نفس اليوم يعني هو راح واجا ومشتري له اغراض وهاي. فمن طبيت على المحل ما شاء الله لقيت مسوينه، ما ادري هالهيل ما ادري ابكي. جابوا لي تكليت طشوا علي كثيرهم ترى مو عريس انا بعدني. ليلتين يمكن نمنا بالاربع الصبح من فرحتنا. كان عمره 8 سنوات تقريبا 2008 لحد 2019 انا اشتغل بالعلوة عامل. يعني عانينا ما سجلت هسه شوية الحمد لله والشكر وقف شوية على رجلي وقدمت للمؤسسة هذا المحل مالته وفتحوا لي اياه الحمد لله والشكر. كان فرحتنا كلش كبيرة ما يعني ما تتوصف لكن وزن الدنيا كلها. نقول أنا ما أضل على هذا المحل، أنا عندي هدف، عندي أقوى من هذا الشيء بعد، وهم أفتح لي محل أكبر من هذا يعني تقريبا أربع كراسي هيك. وايب قلب حد شيء يعني أتمنى يصير أحسن واحد